المؤسسات التربوية التونسية تستقبل أكثر من 2 مليون تلميذ في أول أيام العودة المدرسية. استقبلت المؤسسات التربوية بجميع مراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية اليوم الاثنين 2,354,820 تلميذا بزيادة بنسبة 2% مقارنة بعدد التلاميذ في الموسم الدراسي الفارط حسب معطيات حول العودة المدرسية 2024 و2025. الوكالة الرسمية كشفت أن معطيات وزارة التربية أظهرت زيادة طفيفة بنسبة 0.4% في عدد المدرسين خلال السنة الدراسية الحالية، أي بزيادة 636 مدرسا جديدا، ليبلغ العدد الإجمالي للمدرسين 154,779. وتعزز عدد المؤسسات التربوية في الموسم الدراسي الجديد بزيادة 37 مؤسسة مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة ليبلغ عددها الإجمالي 6,163 مؤسسة وفق المصدر ذاته. وعرف قطاع التعليم في تونس أزمة غير مسبوقة بين وزارة التربية ونقابة التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث شهدت السنة الدراسية الماضية احتجاجات متتالية نفذتها النقابة بهدف تحقيق مطالب من بينها تحسين الوضعية المادية للمعلمين وإلغاء التشغيل الهش بكافة أشكاله، ولكن تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.